مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حلقات مسلسل مدام بريزيدنت اللي بينعرض على التلفزيون الان خلال شهر رمضان المبارك. اكيد بحب ارحب فيكم بحلقه جديده واللي هي حلقه ال14 بجزءها الثاني. كمان بحب ارحب بزميلتي وصديقتي مروه. كيفك؟ برحب فيك عمرو، برحب فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا على شاشه التلفزيون الان. رح نتذكر مع بعض حلقه امبارح، شو اهم الاحداث اللي مرقت. اهم شيء انا حسيت نورا سعد وباسم بموضوع الرئاسة والمنصب الرئاسي اللي عم يتنافسوا شوي، حسينا عليه، ولكن نورا سعد كانت منافسته شريفة، باسم ما كانت منافسته أبدا شريفة، عم بيحاول يوقع شوي نورا سعد. شو رأيك أنت عامر بحلقة مبارح؟ مروة يا مروة، حلقة مبارح كان يعني باسم حامل السلم بالعرض ونازل بنورا سعد يمين وشمال، بس أهم إشي عنده أنه يلطخ سمعتها، يخرب صورتها قدام الجمهور أو قدام الشعب، وكان يعني بطخ بطلق فاضي، لأنه أي إشي بيتهمها فيه يا أنه ما بيكون موجود أبدا، زي قصة الأوراق اللي حكى عنها أنها مفقودة أو مزورة، هاي شغلة تانية، يا أنه بيكون يعني تعليقاته بيكون في إلها جواب منطقي أكتر من فخامة الرئيسة. فهذا بورجيك أنه هو إنسان همه الأساسي أنه يخرب صورتها، أبدا مش شخص عنده مبدأ أو حد عنده سبب حابب أنه يساعد جبلين أو يساعد شعب جبلين، واللي هو المفروض يكون الإشي الأساسي لأي رئيس هو بالمرتبة الأولى مصلحة الشعب، مصلحة البلد، ولكن هو أهم إشي مصلحته الشخصية. صحيح، نحن كمان شفنا عمرو بالحلقات اللي مرقت أنه هو شخص حاطط عينه على المنصب، عم بيحاول كرمال بس بده المنصب، مش لأي شيء غير مصالح شخصية وأغراض شخصية. شفنا تحجج عدة مرات بموضوع أنه هو بده يمولوا الجيش بهذا المعنى، وتحجج بكتير قصص بالطائرات واللي سقطت من فترة ببلد جبلين. فقالت له كانت نورا سعد أنه ما تضغط علي بهذا الموضوع، أنت بتعرف أنه وقعت عن طريق الخطأ. كان عم بيحاول يعمل كل شيء كرمال مصالحه الشخصية. يمكن هو كان عم بيدور على ثروة أكثر، لقى أنه ما رح يقدر يحصل على هاي الثروة إلا إذا صار على هذا المنصب أو على هذا الكرسي. شفنا صحيح. كمان بحلقة مبارح عامر ومشاهدينا أنه نورا سعد كانت عم تحاول تحكي بطريقة إنسانية جدا بأخطاء غلطوها، اعترفت بكتير أشياء غلطوها، أعطتهم مثل أمل ببكرة. ولكن باسم كان كل الوقت عم بيصر على أنه بلد جبلين محتاجة رجل قوي ليوصلها لبر الأمان. وخلال السنة اللي شفناها اللي استلمت فيها نورا سعد، نحن فعلا ما شفنا أنه في شيء بيهدد الأمن والأمان ببلد جبلين، ولكن على العكس تماما، حسينا أنه هي بأي مشكلة صغيرة كانت عم تنزل شخصيا لمكان وتحلها. المشكلة وتحلها. فهي كان بالعكس انه عم تحاول تبث روح الامن والامان بالشعب وبالاشخاص يلي مفتقدين هذا الشيء، وقت المزارعين، وقت خايفين من 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 نجم، جنرال نجم. فكان في عده مواقف لها بالعكس. اشتقنا له جنرال نجم عن جد، صح؟ زمان ما عملنا مشاكل وجعلنا راسنا، بس فعلا هي كل مره كانت تنزل كانت تحل الشغله على السريع، قد ما كانت معقده لانه كانت تدخل لقلوب الناس وخلص ما حد بيقدر يحكي معها. لما تروح تعزي باللي توفى او لما تروح تحكي مع المزارعين وتاخذ على عاتقها انه تحل لهم المشكله، كان دائما هي تمسك الشغله من محل ما تعرف من الاساس يعني، وتحلها بشكل كثير كويس. كنت انا عم بفكر بشغله وانت عم تحكي صافن، عم بفكر كيف طريقه المسلسل كيف فرجونا الفرق اللي كثير كبير بين باسم وبين فخامه الرئيسه. فخامه الرئيسه دائما في لها صله مع العائله، دائما بنشوفها مع عائلتها، بتحكي دائما اروح اترك المكتب عشان ارجع لعائلتي. عمرك شفتي ايش عائله باسم؟ سمعتي عن اولاده؟ سمعتي عن مرته؟ لا، هو همه كله، انا حسيت من كل المسلسل من اول حلقه همه كله بس المنصب والثروه، ما هاي والمبلغ اللي بده يجمعه من وراء هذا المنصب وهذا الكرسي. بس هاي الطريقه اظن الكاتبه او الكاتب والمخرج حاول يوصلوا لنا هالفكره، الفرق بينهم انه هذا شخص انعزالي همه شغله واحده مكتبه، هذيك همها كل شيء، اناني همها جدا المصلحة كمان العامه. فانا متخيل، انا مش فاهم كيف شعب جبلين مش قادر يعرف الفرق بين هاي الانسان اللطيفه وبين هذا الشخص القاسي. صحيح. خلينا نحضر الحلقه اليوم عامر، خلونا مشاهدينا ننتقل مع بعض للحلقه ال14 بجزء الثاني. Thank you.
شكرا لك سيدة الرئيسة، شكرا لك السيد باسم إبراهيم رئيس البرلمان السابق. مشاهدينا الحضور الكريم، تابعتم أولى المناظرات بين السيدة الرئيسة نورة سعد ورئيس البرلمان السابق السيد باسم إبراهيم. شكرا لكم وإلى اللقاء في مناظرة أخرى. كان يوم كتير طويل فعلا، فخامتك متعب جدا، بس أنا بهنيكي، يعني كل محاولات باسم الاستفزازية باءت بالفشل. برافو. ما بخفى عليك مالك، كان الموضوع كتير صعب وأنا كنت كتير متوترة. بعتقد لازم نكون ضلنا منتبهين لل كريم. كريم، ليش في دكتور؟ ايه طبعا حول لي. عفوا فخامتك، انا اسف عم بتصل بهذا الوقت، بس اهلا اهلا. لا ابدا ما في مشكله، الصراحه الموضوع متعلق بالسيد حكيم. خير دكتور؟ ان شاء الله خير، بس صراحه صحه الوالد شوي تعبانه، ومرض القلب عنده تطور وبحاجه لمراقبه صحيح. كيف يعني تطور؟ فحوصاته مش كلها مزبوطه، واعتقد انه صار بده عمليه. عمليه؟ لسه في شويه فحوصات بدي اعملها، إن شاء الله ما يحتاجها. بس لازم حدا منكم يكون معاي مشان نراقبه. أكيد دكتور، بس أنا انشغلت هالفترة، إن شاء الله بكرة يا أنا يا جمال بنكون عندك بالعيادة مع الوالد. إذا في أي إشي ما تتردد تخبرني. حاضر فخامتك، على طول. شكرا لك، مع السلامة. الله معك. مع السلامة. الوالد ما تعب فجأة، في مشكلة يعني، مرض قلبه عم بيتطور. سلامته سلامته، ألف سلامة سلامة. اليوم صعب. بنتي البطلة. يعطيك العافية حبيبتي. ماما كنتي رهيبة. يا ريت لو شفتي الأولاد قديش كانوا مبسوطين. كتير. يا حبيبات قلبي، ممكن تتركوني شوي مع جدو؟ يلا آدم وسارة خلينا نحكي بموضوع برا. يلا هلا بلحقكم. إيش في يا بابا؟ عودي يا بابا. إيش في؟ دكتور اتصل فيي اليوم. ليش؟ أنا قلت له ما يحكي لك. كيف ليش؟ أنا كتير زعلانة منك يا بابا. يا حبيبتي شو قال لك؟ شوية تعب وهيني ما شاء الله زي الحصان، ما في شي بابا. بابا الله يخليك، هاي مواضيع ما في مزح فيها. بكرة بتروح عند الدكتور مع جمال. حاضر فخامتك.
شو حبيبتي نورة؟ شايف بالك مشغول وبتفكري، شو الموضوع؟ مع إني أنا حاسس الأمور ماشية لصالحك. قلقانة على بابا. يعني حبيبتي ما تخافي، أنا حاسس إنه الأمور رح تمشي تمام، فما تقلقي. إن شاء الله. أنا بعرف إنك مشغول بكرة، بس بدي أطلب منك خدمة. طبعا. ممكن تروح معه على المستشفى عشان الكشف والتحاليل؟ ولو بسيطة، طبعا حكون معه بالمستشفى وراح أتصل فيكي كمان وأطمنك، بس أنت ما تخافي. شو حبيبي؟ شو بتفكري؟ احكي لي. حاسة إن البابا كبر فجأة. يعني حبيبتي هيك الدنيا والأمور في النهاية لازم تأخذ مجراها، بس إحنا مقدرين يعني حجم مسؤولياتك وإنتي مهتمة فينا بالأولاد وبشغلك، بس ما تقلعي. حسب آخر إحصاء صار لساته باسم بالصدارة، موضوع تلوث المياه أثر على الناس. أكيد باسم راح يستمر بدفع هذا الموضوع ليحتل صدارة الإعلام بشكل عام، ليأثر على حملتنا الانتخابية. تمام. طيب وحملة التصويت مع الشباب؟ حملة التصويت زادت شوي بس مش نسبة كبيرة، حتى الآن وصلنا ل 20%. 20% نسبة مش كافية، بدنا أكثر. أكيد 20% نسبة غير كافية. يعني لازم نلاقي حلول لنحفز الشباب للتصويت. أكيد فخامتك. فخامتك في موضوع بدي أحكي لك إياه ومش عارف إذا كان رح يفيد ولا لا، بس في الظروف اللي إحنا فيها بعتقد لازم تعرفي كل إشي، وأظن إنه إله علاقة بموضوع تلوث المياه. إيش في؟ يعني عارف إنه أنا كان لازم أحكي لك من بدري، بس أنا آسف. إيش في؟ قلقتني. بتتذكري لما قدمت لك استقالتي علشان أشتغل في شركة أسترو للطاقة؟ إيه. كان في طرف ثالث هو اللي سهل إني أخذ الوظيفة، وبظن لو عرفتيه ما رح يعجبك. باسم، برافو عليك، هو اللي دبر لي الوظيفة، وعشان هيك كان بده ياني أرد له الخدمة وأنزل كنائب له في الانتخابات. وليش دبر لك هاي الوظيفة؟ هو كان بده يضغط عليكي ويصعب مهمتك كرئيسة. طبعا هو بيعرف إنه بتربطنا علاقة جيدة وأكيد رايحين نتعاون مع بعض، فحب يبعدنا عن طريقك. وأنت ليش قبلت؟ والله بديش أكذب عليكي وأزوق لك في الكلام، العرض كان جدا مغري وكان صعب علي أرفض. عفوا سيد عيسى، بس شو علاقة هذا الموضوع بموضوع تلوث المي؟ ما هي شركة أسترو للطاقة كانت بتشتغل مع شركة كيميائية كبيرة اسمها آفاق، وكان في بيننا حوارات ومباحثات لتسهيل عملية التخلص من النفايات الكيميائية حتى ولو بطرق غير شرعية. وهذا اللي صار عنا. بصراحة فخامتك مش عارف، لأني بعد هيك ما عدت عرفت إشي عن الموضوع، بس اللي أنا متأكد منه إنه باسم إله علاقة مباشرة. بس ليش بده يستعمل هذا الموضوع ضدي طالما هو متورط؟ بعدين التحقيق ما وصل لأي إشي. باسم فخامتك واثق أن الموضوع تضبط والقضية أغلقت، وحملوا مسؤوليتها لموظف صغير أكيد أعطوه قرشين عشان يسكت. إذا هيك الموضوع كتير خطير، لازم نحكي مع وزير العدل. معلش فخامتك، أنا مش مع هذا التوجه، الموضوع صار حساس ومعقد، إحنا مفروض نكون برا الموضوع. ليش؟ إذا افترضنا أنه باسم له علاقة بالموضوع وأنا ما بستبعد بتفق مع عيسى، أكيد رح يكون إما أتلف الأدلة أو مخفيها على الأقل، وبالتالي رح يطلع وكأنه إحنا كرئاسة عم نشوه سمعة منافس على أعتاب انتخابات مش أكثر. فخامتك مالك بيحكي صح، الموضوع جدا حساس. طيب شو الحل؟ ما نحن بالنهاية ما فينا نترك هيك الموضوع. لازم يكون ما إلنا علاقة بالموضوع، لازم اللي يعيد إعادة التحقيق وإثارته طرف ثاني. مين قصدك؟ الإعلام؟ تماما، الإعلام وسيلتنا لنفضحه بدون ما يكون لنا أي علاقة بالموضوع.
أيوة، بس مين ممكن يتعاون معنا في هيك موضوع؟ رفيق. بس رفيق كتير كتير حدا صعب يعني. بالعكس، رفيق كان كتير مهتم بالموضوع وحكى أكتر من مرة ببرنامجه، وبتصور هو مهتم يكشف الحقيقة. كيف يعني تغيرت الأرقام؟ الناخبين النساء صوتوا للرئيس وقلبوا الأرقام الصالحة. احنا لازم نعمل اشي جذري يأثر في الانتخابات قبل ما يضيع الوقت، يعني لازم نغير وجهة نظر الناس فيها ونخليها تخسر ثقتهم. صار لازم نفتح الملفات القديمة. شكرا لك انك جيت ولبيت الدعوة. كيفك رفيق؟ كويس. خير؟ شو الموضوع السري والطارئ اللي طلبت تشوفوني علشانه؟ استاذ رفيق، بتصور انت بتعرف انه موضوع المي الملوثة مش مجرد موضوع موظف مرتشي. بعرف، علشان هيك بعدنا بنحقق في الموضوع. هلا نحن حابين نساعدكم بهذا التحقيق، بس فيك تقول من برا لبرا. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني احنا حابين نكون برا التحقيق. استاذ رفيق، احنا عندنا مجموعه من المعلومات الكثيره اللي راح تفيدك، راح نزودك فيها اول باول، بس ضروري جدا نضلنا نحن مجهولين. شو قلت؟ اتفقنا. شو المعلومات؟ بروفيسور. تحياتي. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. اول شيء بشكرك على وقتك، وبعتذر منك على ما قدرت اشوفك في المكتب لحساسيه الموضوع. لا ابدا، بالعكس، انا اللي بشكرك على هذا اللقاء الجميل. بروفيسور، ما راح اطول عليك كثير، كنت بدي اسالك عن شويه معلومات بخصوص تلوث المياه اللي صار بالشمالي. بصراحه وزاره المياه ما عم تتعاون معنا. غريب، مع انه هاي التقارير يعني مفروض تكون متاحه لكل الناس. هيك المفروض، لكن وزاره المياه عم تتحجج باجراءات روتينيه واداريه، ما عم نقدر ناخذ نسخ عن التقارير. فهمت عليك. طيب بروفيسور جمال، بخبرتك وتقديرك، ممكن يكون سبب التلوث طمر نفايات كيميائيه؟ شوف احكي لك استاذ رفيق، أنا وضعي حساس بهي القضية، بس يعني هو منطقياً بما إنه في ارتفاع بهالنسب وبهذا الشكل، فأكيد بسبب وجود نفايات كيميائية، مش بسبب السماد اللي بيستخدمه المزارعين. كويس كتير. طيب قبل ما تطلبك وزارة المياه علشان تفحصها، مين كان يتعامل معهم قبليك؟ المفروض في مختبر تابع لوزارة المياه، وهو بيعمل فحص روتيني كل فترة. طيب ليش ما فحصوها هاي المرة؟ يا سيدي يعني بيحكوا لك انه هذا المختبر تعطل، وصل لهم يمكن شهر او شهرين بيستنوا تصليح الالات وما فيش فايده. وعلى فكره انا يعني لما قمت بفحص المياه ما كان بطلب من وزاره الصحه، بطلب من المستشفى، مش هيك؟ بالضبط. طيب ممكن يكون الموظف اتلف بعض الارقام او الملفات علشان ما يتحاسب على تقصيره في الموضوع؟ ممكن. بروفيسور جمال، بوعدك انه الكلام يضل بيناتنا، ما راح يكون لك اي اشاره في التحقيق. كل اللي بدنا اياه نحصل على دليل بدون تعامل مع الجهات الحكوميه او الرسميه. بس يعني شوف استاذ رفيق، انا بستبعد تماما
إنه يكون السبب هو الإهمال أو التقصير من الموظف. يعني هيك مسألة أكيد حتى يتم التعتيم عليها بده يكون في أطراف تانية شغالة بهذا الموضوع. يعني بتقصد من كلامك إنه ممكن يكون أحد المسؤولين مشارك بهاي القضية مع الموظف؟ تمام. طيب بروفيسور حضرتك، تعاملت مع الوزارة قبل هيك وخصوصا مع هذا القسم بالتحديد؟ أنا يمكن بتذكر من سنتين ثلاث طلبوا مني استشارة ورحت لعندهم، حتى كان في موظفة بتشتغل هناك، وهي الموظفة بتذكر إنها شاطرة ومميزة كتير، بس مش عارف ليش اختفت فجأة. سألت عنها حكولي إنه هي اللي بطلت. طيب تتذكر اسمها؟ اسمها لا صعب، بس يعني سهل نطلع الاسم من الإيميلات تبعونها. بروفيسور جمال شكرا لك على هاي المعلومات. أنا اللي بدي أشكرك، بدي أشكرك لاهتمامك أولا، وثانيا هي فرصة حتى أعبر عن إعجابي بالمناظرة اللي أنت بتقوم فيها، وبالحقيقة هي مناظرة جميلة جدا. تحياتي. شكرا بروفيسور، شكرا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، فرصة عيدي. أنا أسعد والله. شكرا لك. احكي لي يا سعد، شو صار مع الفريق التقني؟ طلع معه شيء؟ الفريق قدر يحصل عنوان الصبية اللي كانت تشتغل. ممتاز، بيرفكت. طب شو صار بالسجن؟ شفت الموظف؟ شفته، لكنه حافظ درسه كويس كتير. حاولت أخذ وعطي معاه بالحكي، أضحك عليه، ما طلع بيدي، أصر على إفادته مع أني متأكد أنه بكذب. وانت بإيش هكك؟ بعدين بحكي لك، خلينا أتأكد من كم شغلة بالأول. يعني التحقيق راح يضل سري؟ سري أكيد، لحد ما نحصل على دليل قوي. هذا هو المطلوب. اسمع، اطلب لي منه 200 قطعة، بس على شرط مع كل قطعة مش إضافي. ماشي الحال؟ ماشي الحال. وقديش الفترة الزمنية اللي عطيها في شغلك؟ فترة منيحة، يعني 5 سنين. 5 سنين فترة كويسة. طيب شو السبب اللي خلاك تتركي شغلك؟ إذا سمحتي لي أسألك طبعاً. يعني كان الخلاف مع الإدارة. الإدارة العامة؟ صراحة كان الخلاف مع رئيس القسم. شو سبب الخلاف؟ يعني ما تفاهمنا. هيك تحكي ما صار في كيمياء بيناتنا. مدام سلمى، كل اللي شفته حكالي عنك، حكالي إنك كنت كتير ممتازة بشغلك، لكن كل استغرب كيف تركت فجأة هيك. أكيد في سبب قوي خلاك تتركي بهالطريقة. بصراحة أستاذ رفيق، كان الموضوع أكبر مني، حبيت أنسحب وما أتورط. تورط بشو؟ شوف أستاذ رفيق، بتمنى اللي رح أحكي لك يا ما حدا راجعني فيه، لأني رح أنكره بكل بساطة. مدام سلمى، أنا صحفي وبحترم أخلاقيات مهنتي كويس، مستحيل أصرح عن مصدر معلوماتي، كن متأكدة، لكن أي تفصيل أو أي معلومة تعطيني إياها أكيد راح تفيدنا. طيب، أول ما بلشت شغل كانت الأمور تمام، بس بعدين طلب مني المدير إنه ياخد التقارير ووصلها للإدارة بذاته، وأعطوني ورقة قالوا لي لازم أوقع عليها، هي عبارة عن اتفاقية سرية مضمونة عدم الإفصاح عن أي تقارير لأي شخص أو جهة حتى لو داخل الوزارة. وحضرتك وقعت على هاي الاتفاقية؟ صراحة فكرت الموضوع شكلي بالأول، بس بعدين لما طلبوا مني تزوير التقارير رفضت بشكل تام، قلت لهم رح أهددكم للوزارة للصحافة، قالوا لي ما فيك تعمل شيء لأنها تقارير سرية. وبعدها تركت شغلك؟ بالضبط، وحاولت أطلع من هاي القصة بشكل هادئ. طيب شو اسم مديرك؟
الرئيسة عم تستقطب الأصوات النسائية. لا طبعا، وللأسف البلد ما بتندار بالعواطف. رح نلاقي حل. هو الحل اللي بدنا نلاقيه، وإحنا جربنا كل شيء. أيوة بس أنا لازم أعرف كل خطوة تكتيك بتفكر فيها. ماشي، شو في بالك؟ يعني هيك موضوع ممكن يجيب نتائج عكس. قصدك موضوع المي؟ لا لا لا، إشي عاطفي أكتر. كيف موضوع اللاجئين؟ في مشكلة عندهم، يعني محتاجين لأشياء. ممكن أتقصى عن الموضوع؟ ماشي اشتغل على الموضوع. اشتغل عمر. معي. كنت بدي أحكي لك إنه وش مالك معي؟ أحكي إيش فيه؟ خلينا نكون مع بعض عمر. اسمعني للآخر وبعدين رد علي زي ما بدك. عن جد أنا بعرف إنه أنت ممكن ما تكون تثق فيه بعد اللي صار بيناتنا، بس أنا بدي أقول لك إنه أنا ما عملت هيك عشان أنا ما كنت حاسة، بالعكس. بس أنا كنت ضايعة وخايفة وعن جد مش عارفة. بس خليني أكمل. عن جد اسمعني للآخر. عن جد بليز، أنا كنت ضايعة وخايفة ومش عارفة وخايفة أخسرك، بس هلأ أنا متأكدة إني بحبك. ما حدا بيفهمني غيرك عمر. أنا ما عم بستنى منك تجاوبني هلأ. عن جد أنت ممكن تعمل زي ما أنا عملت، بس إذا لساتك عندك إنه بتحبني عمر، خلينا نكون مع بعض. نجرب. جد؟ بنجرب. خسران شيء؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. شو معك بالسيارة؟ معي حرامات ومعونات. عزيزتي السيدة الرئيسة، لم أكن يوماً متعبة أكثر مما أنا عليه في هذه اللحظة، ولكن أيضاً لم أشعر من قبل أني مشحونة بهذا القدر المتوازن من الأمل كما أنا الآن. اليوم لما شفتك بين الناس وكيف حفزتيهم ليكونوا مشاركين أكثر،
كلنا عنا أحلام نعمل كل جهدنا حتى نحققها، ولكن كما نعلم المثابرة هي المفتاح. نعمل ونثابر لمنح أنفسنا فرصة ليكون صوتنا مسموع، وعلى الرغم من المخاوف التي تأتي مع ذلك، الحياة أيضا مش مضمونة، والمخاوف ما في مفر منها. ما نكتسبه في طريقنا لتحقيق أحلامنا يجعلنا أقوياء بغض النظر عن النتائج. واليوم أنا بعبر عن حلمي بتحقيق الأفضل لجبلين، وبتمنى من الجميع مشاركتي لنجتهد ونثابر معا لجعل الحلم حقيقة نعيشها بواقعنا. ورجعنا لكم من جديد أصدقائنا، وأنا أول شيء أسوي شو الأسئلة زغرط. ليش تزغرت؟ شو؟ خير مع العمر ومايا؟ بالضبط. أخيراً أخيراً فكت العقدة. إذا أنت بدك تزغرت لهيك، أنا بدي زغرط على شيء تاني، على موضوع المياه يلي اكتشفوا إنه وراه هو الموضوع. بس بلا وجع راس. البنت طلعت بتحب الزلمة، والزلمة ابتسم وهي ابتسمت و... خلص الامور تمام الحمد لله. انا هيك خلص، انا هيك مبسوط. هلا بقدر اقوم اروح. انا بخبركم سر انه هو مشاهدينا عمر من اول حلقات، من لما حس انه مايا معجبه بعمر غير عمر ناطر لمايا تقول له، ومايا تقول له، وهي ما بعرف كيف.
عامر ناطر لوقت ما هلا كمان مايا تقله يعني انا عارف فنفسيا هلا ارتاح عامر لوقت ما مايا قالت لعامر انه هي فعلا بتحبه العمر شو بني عامر علقت باسمك انا مش مشكله ما انا بدي ارد مش معقول هو يطلب منها وبعدين هي تحلق له بدي ارد بس هلا انت انبسطت انا الحمد لله روقت خلص انا بحب الم راسين بالحلال حبيت الفكره هلا شو متوقع لحلقه بكره طالما هلا خلص باقي كم يوم تنتهي حلقات مسلسل مدام بريزيدنت شو متوقع لمايا وعمر طالما هدول اللي بيهموك هلا والله انا متوقع انه يصير في دراما لانه هلا لا هلا يعني المفروض انه يتركوا هاي شغله الحلقه الاخيره انه يطلعوا اثنين بحبوا بعض بس هلا مدام حطوها بالحلقه اللي قبل الاخيره بشوي فابصر مش ما اظنش ضلهم هيك بشكل مستقيم لازم يصير فيها كم شوشرة لازم يصير في شيء هلا طالما بلشنا بالعلاقات هدول اللي انه ممكن انه يتزوجوا هيك رفيق وسمر شو رايك فيهم بعدين نبلش بموضوع المياه والمنصب الرئاسي اذا ربحت الرئيسه المنصب اظن هيك بصير في النهايه السعيده الكل حد بيكون مبسوط وكل شيء تمام لا رفيق وسمر رفيق وسمر يكون كل شيء تمام خلص ضمنوا الرئاسه هلا بطل في حدا يوجع لهم راسهم باسم بخلصوا منه يعني بطل في حدا ممكن يعملهم مشاكل أوكي. ليش بيحكوا مع بعض وعلاقتهم متوقع يرجعوا هلا اني اظن بيرجعوا اليوم شفناهم مع بعض هلا ايه بس ما حسيت انه حسينا شوي الموضوع جاف بيناتهم ما حسينا انه هنن شوي مع بعض فيش عليهم هي الامور بتبلش جافه بعدين بتطرى بتمشي الحال اوكي كثير منيح هيك دائما كل شيء ببلش تمام حكوا اليوم عمرة على موضوع المياه الملوثه صح وتجوه الأجنة بقرية شمالي ولكن شفنا بأنه عيسى إجا واعترف للرئيسة بكل شيء صار باسم وراء هذا الموضوع كنت عارف قلبي حسسني فالموضوع أنه حتى بهيك الرئيسة فعلا عند أخلاق وأيضا مالك كمان مثل ما لاحظنا لما قال لأنه نحن ما فينا نعمل هلأ هيك ونحكي بهذا الموضوع لأنه حيفكروا بأنه بسبب موضوع المنصب الرئاسي وأنه هو عم ينتخبوه فأنه كرمال ينتخبوك فأنه بلا ما نفوت بهاي المواضيع خاصة بأنه النساء أغلبية الأصوات هي مع نوريا سعد صحيح. كسبت ثقتهم ولاحظنا أنه باسم خابت آماله هو وشريكه بأنه قلت نسبة التصويت له والانتخابات بنسبة كتير كبيرة راحت الأصوات عنه وراحت لنوريا سعد فهذا شيء مبشر بالخير بأنه ممكن تفوز بالانتخابات هلأ كمان مرة نوريا سعد فأنا فرحت لنوريا سعد لأنه هي تعبت وكل شخص تعب لازم يقطف ثمار تعبه صح. فإن شاء الله هلأ بس لسه هي ما أجل هلا حلقه بكره موسم الحصاد لسه ما اجى خصوصا انه باسم والشخص الثاني المساعده عم في عندهم نيه مش كثير لطيفه فهلا شفنا في سلاح عم بفوت ايه صح لاحظتي ايه في قصه عم تنطبخ دائما هيك بالمسلسل في شغله هيك تنطبخ تنساب هيك شوي وبعدين بيرجعوا لها الله اعلم شو قصه السلاح هلا انا باسم بالموضوع هلا انا خايفه انه يكون عم بيحاولوا يحطوها بظهر اللاجئين اللي فاتوا ما بعرف منطقي هلا لانه شو اللي حكوا بالاول انه جنرال نجم حكى عنهم انه هن معارضين ومتمردين وخايفين يعملوا مشاكل ونورا سعد طلعت حكت ابدا هذول اطفال ذكر باسم كمان بانه هو دخلوا اللاجئين وانه بمعنى ممكن. انه في بيناتهم مجرمين صح ولكن نوريا سعد لما كانت عم تحكي بالمؤتمر الصحفي اللي عملته قالت بأنه أغلبيتهم من النساء والأطفال وبحاجة لرعاية صحية صح هلأ مع دخول السلاح على المنطقة أو على المخيم فهلأ ممكن أنه يكون في حجة كتير كبيرة لباسم يحكي ها شفتوا كيف أنا خبرتكم وقلت لكم أنه في من بينهم ناس ممكن يكونوا متمردين أو يعملوا مصايب هاي فعلا طلعت كلامي صح هلأ من الممكن أنه يكونوا هن المجرمين مأجورين صح يمكن لسبب واحد لأنه كان مصر باسم بكل لقاء وبكل مكان وحتى وقت كانوا واقفين هو ونوريا سعد كان عم بيذكر بأنه أنا رجل وأنا شخصيتي قوية صحيح. ورح وصل دولة جبلين لبر الأمان فهو عم بيحاول يمكن يفوت هدول المجرمين المأجورين لحتى يفرجيهم بأنه البلد ما فيه أمان أنا رح وصلكم لبر الأمان لازم يمسك الموضوع أنه المرأة ما عم تقدر تعمل شيء لأنه لهلأ هي الرئاسة والمنصب الرئاسي هو مع نوريا سعد فبتوقع عم بيحاول يعمل هاي اللعبة كلياتها كرمال بس يفوز بالأصوات وبالتصويت
100% 100%. أنا هاي شغلة كتير عم تضغطني. بتعرفي لما يكون جعبالك تفوتي جوا المسلسل عن جد تعرف شو في الأحداث؟ تعالي تعالي شو بتعرف ايش عم بيعمل فيكي؟ عن جد صح؟ فالأحداث بتخلي الواحد يكون متحمس. احلى شيء عامر لما تشوف حدا وحدة كبيرة بالعمر عم تحضر مسلسل شو فيه قليله عم تتناقش معاه عم تحكي مع الممثلين على انه عن جد حقيقة كتير بحب لما الكبار بالعمر يكونوا عم يحضروا المسلسل. بتعرفي انه انا من هلا بعمل هيك صح؟ ايه شوي انا بلشت على فكره أعمل صح. هو تحت الهواء مشاهدينا بيكون عمرو عم يحكي مع الممثلين انه نورا شوفي باسم فانا في بدايه يعني. ولا انت اخرتك كثير هيك كمان تصير تحكي مع اخرتنا كلنا نوصل للمرحله يعني. عن جد نحن صار عنا بس هي شغله حلوه. الغريب على فكره هلا المشكله انه اذا خلص هلا مدام بريزيدنت نحن رح نرجع نعيده من اول صح؟ حنحضر كمان او يعملوا هن جزء ثاني. جزء ثاني قلت لك حيكون بين رفيق وسمر صح. قصة العلاقة المتقطعة هاي بروحوا بيرجعوا بروحوا بيرجعوا. بس هاي على فكرة هذا دليل على علاقة قوية طالما ان هنن اثنين ما عم بيبعدوا عن بعض وفي مشاكل كثيرة او سوء تفاهم بيناتهم كبير عم بيتركوا بعض وبيرجعوا بيتركوا بعض وبيرجعوا صح. فهذا شيء بدل على انه هو عن جد حبهم كبير. لكن لا شك انه سمر هي الحلقة الأقوى بالعلاقة هي المتحكمة أكثر بالعلاقة صح؟ صحيح. يعني بحس رفيق دائما عم بيعمل اللي هي حبيبته اللي هي جابالها تسويه هي اللي اظن الماسكه اكثر العلاقه هلا صح. بس انا كمان عاجبني شيء برفيق ثاني شو بانه شخص مخلص جدا بعمله ونزيه عم بدور على الحقيقه. شاف البروفيسور جمال سأله عن عدة أمور والتقى بسلوى البنت اللي تركت الوزارة الصحة وكانت عندها معلومات جدا مهمة بموضوع الأوراق اللي أتلفت أو على أساس اللي أتلفت. ذكرت له مواضيع كتير مهمة صحيح. بتوقع باسم هلأ صار بحلقة كتير ضعيفة وأيضا خطر. هو خطر شوفي هلأ إذا عرفوا يتعامل الرئاسة إذا عرفت تتعامل مع موضوع المي والمشاكل وعرفت تحطه بالضبط بدائرة الاتهام بالشكل الطبيعي ممتاز. ولكن إذا أي مرة اكتشفوا الشعب أو حسوا أنه هني بس عم بيعملوا هيك عشان يشوهوا صورته عشان الرئيسة جاي بالانتخابات كمان نازلة ضده أكيد الأمور كلها رح تنقلب بالشكل الثاني. صح بس هي حقيقة طالما انه حقيقه الناس بتصنع الحقيقه. شوفي دائما بوقت الانتخابات كل شخص بحاول يخرب على الثاني زي ما باسم عم بحاول يخرب على الرئيسه كمان حيفكروا انه الرئيسه عم تلعب نفس اللعبه اللي هي مش نظيفه. ولكن هالمره صدفت انه فعلا باسم غلطان وفعلا باسم بيستاهل انه يتعاقب ويتم تشهيره تشهير كل الاشياء الغلط اللي عملها. ولكن صعب للناس تفهم. هلا من اول المسلسل مدام بريزيدنت حسينا انه يد الخير أو الشيء الخير هو اللي عم بيطغى على الشر. فطالما هو نورا سعد هي صح بتوقع الخير هو اللي يطغى على الشر. صح أنا بتمنى الخير دائما يغلب الشر إن شاء الله. إن شاء الله إحنا هيك اليوم بكون خلصت حلقتنا. نتمنى أن تكونوا انبسطتوا فيها وإن شاء الله بكرة بنلاقيكم بحلقة جديدة من مدام بريزيدنت. تصبحوا على ألف ألف خير. مشاهدينا تابعونا بكرة الساعة 12 بتوقيت الإمارات والساعة 11 بتوقيت السعودية والإعادة الساعة 5 بتوقيت الإمارات والساعة 4 بتوقيت السعودية. تبقوا بألف خير.